اسمع مصدر كسب، هذه الرسالة بدك الليلة تنزلها لحالها ما بين الفقرة هاي الموجودة إلى اللي بعدها. بدي أرسل الرسالة وأقول اللي احنا طلعناهم على الفن واللي احنا علمناهم على الفن وخليناهم يقدروا يطلعوا قدام الناس ويمسكوا ميكروفونات، هذا الموضوع ضروري جدا بالنسبة للي بيقلدونا وبيسرقوا منا كم شغلة واحنا ورانا ومش ورانا ومعانا وحبايبنا، ولكن هي سرقة في سرقة. اللي بيقلدنا عليا طلعت وين ماني ماسكك بحفلة، وين ماني ماسكه بحفلة، اللي بيقلد شو بدي يصير فيه؟ اسمع انا بدي اقول لك يا باختصار بسيط، اذا فيها سرقة والله ما ينفع رجال.
سوي واعمل واجمع كاش، الدنيا صعيبة وبدها زلك زيبك من
روح وحضر للجاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكة وصحوبي ملان في الجلمة مش نعم نعمل غلبة تجيني يا خيل النخت العتبة تخف بالليل ندوي لك عتمة بس شفت نسير انا زي النوس لحفت في تغز رجل تحفر انفي ترجع بشويل وملين اشلح بلقين من بعشال سيت وتزم مسموح بس للسلاح مكتوب على القرمة قسم لو غيد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا فش مسيل نحن الشجعين ان قد اين اوين وفم بخ وضربي عم زين وفم بس عم صوت وزليد الشيل حط كل صحب مكين وان قد اين اوين وفم بخ وضربي عم زين وكيف بس عم صوت وزليد الشيل حط كل طرحب مكين ان قد اين اوين وفم بخ وضربي عم زين وفم بس عم صوت وزليد الشيل حط كل طرحب مكين وان قد اين اوين وفم بخ وضربي عم زين وكيف بس عم صوت وزليد الشيل حط كل طرحب مكين and me.
Yeah.
African music you were playing earlier? Yeah.
خريني يما الخراب cauchemar ايت لك صابر قلت معليش بلك غدوه يهديك ربي